دلوقتي هنطلع معاكم ونكمل معاكم احنا النهارده كله الحديث كله بقى عن احتفالات حرب اكتوبر المجيد. لا صوت لا علو فوق انتصار اكتوبر. بس الجميل بقى ان انت تسمع صوت هذا الانتصار وصوت الايام اللي عاشها الابطال المصريين من ابناء سيناء. جميل قوي ان انت تسمع منهم شايفين ازاي انتصار اكتوبر بعد مرور 47 عام عليه. ده حقيقي محمد، بالذات ان الفتره دي يعني حاليا الحقيقه سيناء كمان بتشمل وبتشهد، شمال سيناء تحديدا بتشهد العديد من الانجازات التنمويه والمشروعات اللي بتستهدف الحقيقه يعني حل مشاكل اهالي سيناء اللي على فتره طويله او على مدار فترات طويله كانوا دايما هم ومدن القناه خط المواجهه الامامي، وكانوا محرومين من الخدمات اللي كانت بيتم توفيرها ليهم، وكانوا دايما في خط النار زي ما بيقولوا. يعني بعد هذه السنوات الصعبه والقاسيه بتيجي حرب التنميه وحرب الاستثمار على ارض سيناء الغاليه، ازاي اهالي سيناء شايفين هذا الامر؟ ازاي شايفين السنوات الصعبه اللي مرت وبعدين شايفين دلوقتي سنوات الانجاز؟ خلونا نروح لزميلنا مصطفى عبد الفتاح اللي موجود في محافظه شمال سيناء لمتابعه الاحتفالات بذكرى 47 لانتصارات اكتوبر. يعني مصطفى انضم لينا الحان، ومصطفى كيف هي الاحتفالات في شمال سيناء؟ مصر تحتفل بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. بكل تأكيد فإن الاحتفال هنا في هذه المحافظة يختلف كثيرا عن الاحتفال في أي محافظة من محافظات الجمهورية الأخرى. أهل محافظة شمال سيناء يتحدثون الآن عن التنمية التي بدأت ترى بالعين المجردة هنا في هذه المحافظة، خطوات عديدة وكثيرة اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف التنمية في محافظة شمال سيناء وفي سيناء بشكل. نحن نحتفل بالذكرى 47 نشرف بأن نتحدث مع مجموعة من أهل محافظة شمال سيناء عن التنمية في سيناء خلال الفترة الماضية ورؤيتهم للتنمية للمرحلة المقبلة. بنرحب بحضرتك ونتعرف نتعرف على حضرتك في البداية. جمال عواد ويدر، مواطن من أبناء سيناء. أولا في البداية بوجه تحية شكر وإجلال للقيادة السياسية، رئيسنا المبجل حامي الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني لو كلمنا مع حضرتك عن التنمية في سيناء، ماذا ترى من خطوات فاعلة اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وأيضا رؤيتك للتنمية خلال المرحلة المقبلة؟ هو أنت زي ما حضرتك شرحت في البداية بتقول المكان مختلف عن أي مكان عن باقي المحافظات الجمهورية. فعلا سيناء تعتبر البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية. التنمية حسنها من يمكن من فترة، من بداية أنفاق تحيا مصر اللي افتتحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بدأت في صلة ما بين الوادي وما بين سيناء أجمع. يعني التنمية شكلها المنظم اللي احنا حاسسينه ولامسينه يمكن بوجود السيد الوزير المحافظ عبد الفضيل الشوشه، يمكن برضو في طفره من التنميه حصلت في شمال سيناء من فتح الشوارع. يمكن احنا بنعاني بسبب الارهاب اللي هو اصلا كان دخيل على 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 سيناء. كل سنه وحضرتك طيب. بنتعرف على حضرتك في البدايه. دكتور خالد الشريف، امين عام مفوض عام حمله الرئيس دعم رئيس الجمهوريه على مستوى شمال سيناء. لو كلمنا مع حضرتك عن مستقبل التنميه في سيناء، كيف يرى المواطن السيناوي مستقبل التنميه في ظل الخطوات العديده التي تتخذها الدوله بهدف التنميه في شبه جزيره سيناء؟ والله بفضل القيادات التنفيذيه والسيد اللواء الوزير المحافظ، يعني اقدر اقول دلوقتي الخطوات التنميه في شمال سيناء 80%. الحمد لله المواطن مرتاح 80%، مش هنقول 100%. سيادتك دلوقتي يعني احنا بنشكر سيادته برضو على تمييز اهل رفح واهل الشيخ بانه موفر لهم شقق، وفي شقق زياده عن المطلوب. يعني في شقق دلوقتي ممكن المواطن اللي يقدم الطلب ياخد الشقه، يعني الشقق المتوفره دلوقتي سيادتك دعم ليهم الناس الاخوان اللي جم
من رفح وجم الشيخ مؤقتا لغايه ما ربنا يكرمنا ونقضى على الارهاب اللي الحمد لله اتقضى عليه بنسبه 90 او 95% دلوقتي اتقضى على الارهاب والحمد لله. وانا برضه نوصل لسياده الرئيس يعني من كل طفل من كل شيخ من ابناء شمال سيناء الشكر والتحيه انه مهتم باهتمام اكثر من اي محافظه ثانيه، مش عايز اقول لك اكثر من اي محافظه ثانيه بشمال سيناء. حسين الرقيبة المحامي من رفح. يعني لو كلمنا مع حضرتك عن في ظل التنمية الحالية، التنمية لابد أن يصاحبها استقرار أمني، تحدثنا عن تغير الوضع كثيرا في محافظة شمال سيناء وتحديدا في مدينة العريش، حضرتك تكلمنا عن هذا التغير، ماذا يرى المواطن السيناوي أو كيف يرى المواطن السيناوي هذا التغير خلال الفترة الماضية واستقرار الأوضاع هنا في مدينة العريش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا النهاردة عيد 6 أكتوبر ونترحم على شهدائنا الأبرار ونقدم التحية والشكر للسيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والسيد محافظ شمال سيناء بكل الشكر والتقدير لما بذلوه في شمال سيناء. بالنسبة للتنمية سيادة الرئيس، التنمية بسم الله ما شاء الله يعني شغالة تمام، بس محتاجين من المزيد، محتاجين من المزيد والحمد لله. في الفترة الحالية دب الأمن والأمان في شمال سيناء بنسبة 95%، وده شرف لينا وشرف للقيادة السياسية والجهات الأمنية، وإن شاء الله المزيد من التنمية في بناء المساكن كما ذكر السيد المحافظ بتسليم 1500 حوالي تقريبا 70 شقة لأبناء رفح والشيخ زويد، وذلك بعقد استضافة إلى أن يتم إنشاء مدينة رفح الجديدة ورجوع أبناء رفح الجديدة بإذن الله تعالى. شكرا. نتعرف حضرتك توفيق الهجاوي وكيل المجلس الشعبي المحلي سابقا. يعني لو كلمنا مع حضرتك عن ماذا اتخذته الدولة من خطوات خلال الفترة الماضية، هناك العديد من المشروعات سواء مشروعات الإسكان، مشروعات البنية التحتية، مشروعات تخص قطاع الصحة والتعليم والشباب والرياضة، كيف يرى المواطن السيناوي كل هذه المشروعات وهل أصبح لها أثر ملموس لدى في نفوس المواطن السيناوي أم لا؟ اسمح لي أن أوجه من أرض الفيروز أرض سيناء كل الشكر والتقدير والعرفان لأسر الشهداء الذين سالت دمائهم على هذه الأرض اللي احنا النهاردة بنحتفل بنصر أكتوبر العظيم. وتحية للسيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير المحافظ للمجهود اللي بيتم لإعادة سيناء إلى ما قبل أيام الإرهاب الغاشم علينا. هل ترى أن سيناء في الطريق إلى العودة فعلا؟ والله إن شاء الله هنتعشم أن تكون سيناء سلة الخضروات والفاكهة إلى أرض مصر الحبيبة كما كانت سابقا. أنا الحقيقة يمكن بدأت القرار رئيس الجمهورية بأن يتم الاهتمام بتنمية سيناء، ودي أول خطوة على أرض التنمية. بدأنا فعلا بتوزيع الأفدنة 10 فدان وبيت وكل الأجهزة الخاصة بالمواطن على أرض سيناء وتمليكها للناس على أرض العريش. هنا فعلا تم دلوقتي الحمد لله، بدل ما نقعد إسماعيلية والسويس والمحافظة التانية بناءنا الطلبة، دلوقتي عندنا جامعة العريش فيها جميع الكليات، وإن شاء الله السنة الجاية تفتح كلية الطب، ويعني الخير قادم إن شاء الله ونتعشم. والمحافظ بصراحة يعني يمكن لي خبرة سابقة معنا قبل كده، وهو حافظ العريش وسيناء كلها خطوة خطوة. نتمنى إن شاء الله العام القادم نحتفل في هذا المكان وتكون عادت كده سيناء والعريش كلها بخير والحمد لله. يعني كل سنة طيب. شكرا لكم وكل سنة وانتم طيبين. تعرف بحضرتك أميرة الشريف أمينة المرأة بالحزب العربي المصري. يعني كل سنة وشعب سيناء بكل خير. نتعرف من حضرتك على ماذا ترى المرأة السيناوية من خطوات للتنمية في سيناء؟ والله المرأة السيناوية دلوقتي لها مكانة عظيمة جدا، الكل بيقف معاها، هي السلاح الوحيد لسيناء، وإن شاء الله إحنا ماشيين في جميع المجالات بالنسبة للتنمية في شمال سيناء، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. إحنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من السيدات في الأحزاب السياسية وفي جميع المجالات، وإن شاء الله عايزة يعني النهاردة إحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر، وجينا إن شاء الله مع السيد الوزير المحافظ وضعنا إكليل الزهور على الشهداء ورحم الله جميع
الشهداء، ونوجه الشكر للسيد الرئيس الجمهورية على وقفته معانا. دلوقتي التنمية بقت يمكن سينا كانت مهمشة قبل كده، ولكن السيد الرئيس واقف معانا وقفة جامدة، وبقت فيه تنمية جامدة وإن شاء الله للأحسن. شكرا لحضرتك. العفو، تفضل. يعني هذا هو مجمل الحال، وهذه هي مجموعة من الآراء للمواطنين السيناويين. بكل تأكيد فإن الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر هي مختلفة، مختلفة في الاحتفال هنا في هذه المحافظة، ومختلفة أيضا لما لمسناه من آراء المواطنين السيناويين الذين تحدثوا عن وجهات نظر تستبشر الخير ومتفائلة بالتنمية التي حدثت في سيناء والتنمية المأمولة خلال الفترة المقبلة. بنرجع حضركم مرة ثانية في الاستوديو.